بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحن بدنا نتكلم اليوم عن عمل الإبداع. يعني نحن اليوم عمل الكتابة هو عمل إبداعي، يحتاج هذا العمل الإبداعي، يحتاج إلى ناشرين مبدعين، يحتاج هذا النشر المبدع كمان إلى من يرعى هذا الإبداع. ورعاية الإبداع أحياناً تكون متعددة، ممكن تكون الرعاية بالدعم، ممكن تكون الرعاية بالجوائز والتحفيز، ممكن أن تكون الرعاية نحن كتير بالناشرين نحكي فيها بموضوع الشراء. لكن أي عمل إبداعي يحتاج إلى رعاية. اليوم نحن وقت بنحكي عن عمل إبداعي في الكتابة والأدب والنشر، مثل وقت بنحكي عن العمل الإبداعي في مجال مثلا، حنعطي مثال الرياضة. إذن العمل الإبداعي ما ممكن أن يكون بلا من يرعاه، والجوائز هي خير من رعى العمل الإبداعي. حنتذكر شوي ونرجع شوي للوراء وللخلف، خليني أقول نرجع كتير للعصر الجاهلي، نطلع العمل الإبداعي على الشعر، العمل الإبداعي اللي صار في عملية الشعر وعملية التحفيز والمبالغ اللي كان يحصل عليها الشاعر. هذا رفع وكان هو سبب من أسباب ظهور المعلقات العشر، وكان سبب من أسباب ظهور خليني أقول طفرة كبيرة بمجال الشعر. اليوم نحن كناشرين وككتاب وكمؤلفين كم نحتاج إلى هذا الواقع؟ كثير من الجوائز اليوم صارت في الوطن العربي وعددها صار يعني والحمد لله كثير كبير، لكن نحن حابين اليوم ومحنا معنا من أهم من اعتمد العمل في مجال الجوائز. برأيي نبدأ بالحوار وما يكون أنا مقدمتي أطول من هيك، نبدأ مع الدكتور عبد العزيز يلي هو فيني أقول هو كاتب وأكاديمي كبير له باع كبير في موضوع الجوائز وأثر الجوائز على تنمية صناعة النشر. نحن بدنا نأكد الجوائز في إطار تنمية صناعة النشر. مع الدكتور عبد العزيز، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ هيثم. الحقيقة وأنا سعيد جدا جدا أن أكون بين هذه الكوكبة من المثقفين والناشرين، وهم الأكثر جدارة وخبرة وثراء لهذا الموضوع، لكني سأحاول من جانبي بعد أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لاتحاد الناشرين العرب على ثقته، وأيضا للمجلس الوطني للثقافة والآداب والعلوم الذين تفضلوا بدعوتهم الكريمة، فأنا شاكر ومقدر. الحقيقة السؤال المطروح هو الجوائز العربية وأثرها على النشر. ماذا لو عكسنا الموضوع وقلنا النشر العربي وأثره على الجوائز العربية؟ وفي تصوري يمكن هذا العنوان هو الأصل. لماذا؟ لأن الأصل هو في النشر، الأصل هو في الكتب، الأصل هو في التأليف. أما الجوائز فهي مسألة لاحقة أتت من أجل تقدير هذا المنتج سواء كان علميا أو إبداعيا. ولذلك العلاقة بين الجوائز ودور النشر هي علاقة شاءوا أم لم يشوا، رغبوا أو لم يرغبوا، هي علاقة وثيقة جدا جدا، وكل منهم آخر. ولذلك كان الحقيقة نحن في منتدى الجوائز العربية ودي فعلا أن يكون في تواصل أكبر بيننا وبين اتحاد الناشرين العرب من أجل ربما التعاون في سبيل الحقيقة دعم هذه الجوائز ودعم أيضا دور النشر. أي كتاب يصدر وأي كتاب يحصل على جائزة هو بالتأكيد صادر من دار نشر. دار النشر هنا استفادت لأن الكتاب صادر عنها، فنحن الحقيقة نقوم بالتسويق لدور النشر، ودور النشر تقوم بالتشويق للقارئ بإصدار هذه الكتب المتميزة. لكن أشعر أن المسؤولية الكبرى أيضا الحقيقة مشتركة. المسؤولية الأولى تبدأ الحقيقة من دور النشر، بحيث نضمن أن دور النشر تختار الكتاب الجيد الحقيقة، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك حينما نلاحظ نحن أن عددا من دور النشر تفوز
كثير من كتبها بالجوائز، هذا دليل على أن دور النشر هذه لديها الحقيقة يعني عمل مضني، وتتأكد من سلامة هذه الكتب وقيمة هذه الكتب. وفي نفس الوقت أنا أسعد حينما أجد أن بعض الجوائز العربية تعلن حجب الجائزة في موضوع ما لعدم وجود كتب ذات قيمة علمية. الحقيقة هذا أتوقع أنه لا يتوقف على الجوائز أو تنظر فيه، وإنما دور النشر ستتساءل لماذا، أين الكتب، أين المؤلف الفلاني، أين كذا، فتطالب هذا الحقيقة ولذلك صناعة الثقافة العربية حقيقة هي تقوم على دور النشر، بالتأكيد المؤلفون وإلى آخره. لكن هناك شكوى مرة أن المؤلفون والمبدعون لا يجدون من ينشر، يجدون ناشرا يأخذ حقوقهم وإلى آخر هذا الكلام الحقيقة. لكن شئنا أم لم نشأ يظل الناشر الذي يحترم نفسه الناشر ابن الثقافة، خصوصا وأنا أمامي عدد كبير من الناشرين، ليسوا ناشرين لكنهم في الأصل هم مثقفون وهم علماء وهم أساتذة كبار حقيقة، ولذلك يحرصون على الانتقاء. هذا يوفر كثيرا للجوائز العربية حينما تقدم هذه الكتب لهذه الجوائز، يسهل عليهم عندئذ تحديد من يفوز بهذه الجوائز. أيضا أنا سعيد أن الجوائز وأطالبها أكثر حينما تأتي هذه الكتب وتصل للقائمة الطويلة أو القائمة القصيرة. أنا لا يكفيني أن تقول الجائزة كتاب فلان لفلان، أنا يهمني أن تقول هذا الكتاب الصادر عن دار نشر كذا فاز بالقائمة الطويلة. أصبح القراء اليوم في عالم النشر وعالم السوشيال ميديا وعالم الكتب أصبحت يحتاجون إلى جهة يثقون في تقديرها، ويفترض أن تكون الجوائز باعتبارها محايدة إلى حد ما بين المؤلف وبين دور النشر، أن تكون هي الجهة التي يعتمدون عليها. فأنا أطالب الجوائز العربية أن تشير إلى دور النشر هذه التي أصدرت هذا الكتاب وأصدر هذا. هنا سيبقى أو تبقى دار النشر في ذهن القارئ المتابع، معقولة 5 كتب في القوائم التي أعلنت مؤخرا في جوائز معينة مثلا كلها من دار سين أو عين أو صاد؟ فهذه الحقيقة مسائل مهمة جدا بحيث أن القارئ يصبح يتابع، ولذلك هذه العلاقة هي علاقة وثيقة نحن بيننا وبين الجوائز العربية. مهم جدا الذي نطالبه نحن أو نطالب نحن في النشر أنها هي تعرف هذه الكتب، ويفترض أن تدفع بالمؤلف إلى ترشيح كتابه، تدفع بالمؤسسات، لأن هناك جوائز تشترط أن الترشيح يكون عن طريق المؤسسة، وهناك جوائز تسمح بالأفراد أن يتقدموا، وهناك جوائز تسمح بدور النشر أيضا أن ترشح. الحقيقة هذه المنظومة بكاملها أشعر أنا أنها مسؤولية، سأقف متى ما أردت مني. فبالتالي حتى أن بعض دور النشر، وأنا أطالب بذلك على دار النشر حينما وهي تنتقي هذه الكتب المتميزة، تشترط على المؤلف لو فاز كتابك بجائزة فلدار النشر 20% أو 30% أو 90%، لست أدري أنا. لكن الفكرة هو أن وجود هذه العلاقة المهمة بين الناشر وبين القارئ، وأجعل أن وبين الكاتب المؤلف، أريد من ذلك أن المؤلف يتجه لدار النشر الذي يجد أنها ذات قيمة أكبر، يجد أن كتبها تفوز كثيرا بالجوائز، وهذا ليست محاباة وإنما دليل على أن هناك كتب ذات قيمة. هذا شيء قليل، وربما مع النقاش أزيد أمور أخرى. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور عبد العزيز، وهو أثار نقطة مهمة ما بين التسويق والتشويق. هي فكرة التسويق والتشويق اللي وهي مهمة من مهمات الناشر، والاستراتيجيات أيضا اللي احنا ممكن نأكد عليها لدور النشر لتطوير أدائها بحيث أن يصل الكتاب إلى مصاف الجوائز. الجوائز أهميتها للناشر تكمن في تسويق الكتاب أكثر وفي ترويجه أكثر. نحن النشر ودائما نقول نحن نصنع كتابا، نحن نصنع نجوما، نحن نصنع مبدعين، نحن نصنع منتجين في هذه الأمة، وبالذات عندما ننتج كتاب
بمستوى الأمة. معنا اليوم الأستاذ طالب. الأستاذ طالب الرفاعي يعتبر كاتب ومن أهم من عمل أيضا في موضوع الجوائز. خلينا نسمع منه كمان إطلالة أخرى من طرف آخر على موضوع الجوائز، عسى أن يكون تحفيزا للناشر لدخول الجوائز، وعسى أن يكون أيضا، وهذه مهمة من مهمات هذه الندوة، أن يكون تحفيزا لدخول جوائز أخرى أيضا في الوطن العربي. دكتور طالب. شكرا دكتور. بداية شكرا وتقديرا للزملاء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على إقامة هذه الندوة بالتعاون مع الزملاء الأصدقاء في اتحاد الناشرين العرب، وربما هذه بادرة كريمة بحاجة لأن تتكرر، وهو مد يد التعاون مع الناشرين العرب ليس فقط مع الأديب العربي. وأنا سعيد أيضا بوجودي إلى جانب الأخوة الزملاء على المنصة. الحقيقة عنوان المحاضرة أثر الجوائز العربية على صناعة النشر هو يتخذ حقيقة أساسية في أن النشر صناعة، وإذا كان النشر صناعة فمن المفترض أن يتصف بكل ما تتصف به أي صناعة، وعلى رأس ذلك اهتمام الناشر بنوعية الكتاب. هناك علاقة وثيقة بين الناشر والكاتب والكتاب وجمهور التلقي. الناشر العربي الحقيقة يلعب دور أساسي مثل ما تفضل زميلي دكتور عبد العزيز سبيل في أنه هو المحرك الأساسي لقضية الثقافة، وكلنا نعرف حينما دخلت المطبعة إلى مصر دخلت الثقافة وانتشرت الثقافة. ولكن للأسف بعض الناشرين العرب جاء إلى مهنة الثقافة ليس اقتناعاً بالثقافة وبدور الثقافة ولكن كمشروع تجاري، ولذا علينا أن نميز بين دار نشر وأخرى. دار نشر اتخذت من الثقافة، من الفكر، من الجدية وسيلة لها للنشر، ودار نشر أخرى ضعيفة. وأنا هنا سأتكلم عن دار النشر الأساسية الكبيرة الواثقة التي تشكل مشروعاً ثقافياً عربياً. دار النشر بوصف النشر صناعة، إذن هي تخوض تنافسية كبيرة مع ناشرين آخرين، وهذه التنافسية تتطلب بالضرورة أن يكون الناشر العربي مجهز بكل الأدوات التي تعطيه القدرة على إنتاج كتاب عربي جيد، بدءاً بلجان القراءة. للأسف دور نشر كثيرة عربية ليس لديها لجان قراءة. إذن الأساس هو لجان قراءة متخصصة، يعني قراءة الأدب تختلف عن قراءة الفلسفة، تختلف عن قراءة الاقتصاد، تختلف عن قراءة التاريخ. إذن ناشر بالضرورة لديه لجنة قراءة، وإذا مجتاز كتاب ما لجنة القراءة إذن بالضرورة يجب أن يذهب إلى مصحح، إلى محرر، طبعا مصحح ثم محرر. المصحح هذا يعتبر العمل الأساسي اللي هو يقوم بأساسة بالإملاء والقواعد وعلامات الترقيم، ولكن يأتي دور المحرر الثقافي. وأيضا هناك دور نشر كثيرة للأسف تفتقد لوجود وظيفة المحرر. المحرر الثقافي وظيفة يؤدي عمل مهم جدا، وليس هناك دار نشر في الغرب محترمة إلا وتقوم على أساس حقيقي هو المحرر الثقافي. المحرر الثقافي هو الشخص الذي يستطيع أن يحذف فصل كامل أو يضيف فصل أو يغير شيء بالتعاون مع الكاتب، أو أن دار النشر هي من تقوم بذلك. إذن لجنة قراءة، محرر ثقافي، ثم للأسف أيضا الناشر عليه دور أساسي في تسويق الكتاب. للأسف العديد من الناشرين العرب ينتهي دوره في إصدار الكتاب ثم أذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا جالسون. لا، جزء أساسي. بما أن النشر صناعة، إذن أنت كمصنع السلعة الأساسية مالتك الكتاب، عليك أن تجود في مادة الكتاب، في أغلفة الكتب. للأسف دور نشر كثيرة ليس عندها قسم متخصص للأغلفة،
يروح غلافك أنت إلى المطبعة، والشخص اللي يصمم دعاية الهامبرجر ويصمم دعاية البيبسي كولا هو يصمم الغلاف. لا، تصميم الغلاف أصبح علما قائما بذاته. الرواية غير عن القصة، غير عن كتاب الكيمياء، غير عن كتاب السيارات. إذن ضروري إذا أردنا أن يكون لدينا كتب عربية تستحق أن تنال جوائز، علينا أن يكون الناشر العربي مؤهلاً تأهيلاً كاملاً بالعدة التي تخليه يطلع كتاب عربي. أثر الجوائز بالتأكيد ينعكس على الناشر وينعكس على الكاتب. هناك كتاب صنعهم النشر وصنعتهم الجوائز، بالذات في زمن التواصل الاجتماعي. هناك كتاب استطاعوا عبرة حتى أحياناً كتاب واحد أن يكون عنده حضور كبير. النشر والجوائز استطاعت أن تنتقل ببعض الكتاب العرب إلى الضفة الأخرى، إلى ضفة الترجمة. إذن مؤكد أن هناك علاقة وطيدة وعلاقة متصاعدة بين النشر وبين الجوائز. وأنا دائماً أكرر، يعرف الصديق العزيز دكتور سبيل، أقول الجائزة هي مشروع خير. أي جائزة مشروع خير للكاتب. وأوضاع الكتاب العرب مؤلمة الحقيقة. يعني ممكن يعتقد البعض أن كتاب دول الخليج في بحبوحة من حياتهم، وهذا غير صحيح الحقيقة. هذه البحبوحة نسبية، إنما هناك كتاب في العراق، كتاب في الأردن، كتاب في سوريا، كتاب في المغرب، كتاب في اليمن، كتاب في السعودية، كتاب ما يلاقي ياكل. وبالتالي الجائزة تقدم عونا حقيقيا ماديا للكاتب العربي، وهو في أمس الحاجة إلى ذلك، لأن ليس هناك ناشر عربي يدفع فلوس للكاتب العربي قبل طباعة الكتاب. وأنا أتكلم معنا أمامنا أستاذنا الكبير أستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، هو بيقول يدفع، هو يدفع، يدفع النسبة لما يبيع الكتاب. ما أعرفش إذا كان يدفع قبل، لو كان يدفع قبل حقيلة أطبع عندك، وسعود موجود. أنا سعود يدفع عشان ما يزعل يعني. فللأسف حقوق بعض الكتاب مهدورة. لذا الجائزة مهمة للكاتب، مهمة للناشر، ومهمة لجمهور التلقي. هي جسر، أصبحت الجائزة هي جسر ما بين الكاتب والناشر وجمهور التلقي. ومعروف لحضراتكم أنه لحظة ما يطلع كتاب في القائمة القصيرة أو يفوز بجائزة يجد حضوراً وأهمية لدى المتلقي، كما أن الجائزة أخذت بكتب أخرى عربية كثيرة إلى ضفة الترجمة. ممكن نتكلم بنقاط أخرى، ندع الكلام للزملاء الأفاضل. شكراً للدكتور طالب، سخن الموضوع اليوم معنا الدكتور طالب، لكن أنا بدي أخذ من الدكتور طالب كلمة قالها وهذه مهمة جدا. الناشر هو المحرك الأساسي للكتاب، ونحن متفقين أن الكتاب هو الدعامة الأولى للثقافة. عندما نقول الكتاب هو الدعامة الأولى للثقافة، معناته دكتور طالب الناشر هو مؤسس هذه الدعامة الأولى للثقافة. نحن دائما نحاول أن تكون العلاقة ما بين الكاتب والناشر علاقة متوازنة وعلاقة فيها مصلحة للطرفين. ونحن معنا الأستاذ محمد رشاد هو مثال يحتذى بالعلاقة بين الناشر والكاتب. ومعنا الكاتب الدكتور هيثم الحاج، هو رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب سابقا، هو أحد كتاب مصر الكبار، هو أيضا ناقد ويعتبر من أهم من كتب في النقد الأدبي، صديق لجميع الناشرين، عمل في مجال الهيئة المصرية العامة للكتاب وطور معرض القاهرة الدولي للكتاب. نحن متفقين يحكي لنا عن تاريخ الجوائز وماذا يعني ما حملت هذه الأزمنة الكبيرة من تطور لتاريخ الجوائز. عسى نحن نستفيد، وبدنا نرد نأكد على آلية
انه نحن وقت عم نحكي عن الجوائز بدنا نسقطها على تنمية وتطوير صناعة النشر في الوطن العربي. دكتور هيثم الحاج اخونا وحبيبنا، تفضل. شكرا استاذ هيثم. الحقيقه انه واضح انه الهياثم او الهيثمون بداوا ياخدوا مجال اكبر في مجال الثقافه وصناعه النشر. نعم، فاحذر. يعني بشكل ما اسمحوا لي في البدايه ان انا اشكر صاحب الفكره على لهذه الندوه استاذ محمد رشاد ورئيس اتحاد الناشرين العرب، واشكر معرض الكويت للكتاب على تنظيم مثل هذا مثل هذه الندوه ذات الموضوع الحقيقه اللي نقدر نعتبره دلوقتي بقى موضوع عضوي جدا. عن نفسي انا شاركت في فكره الجوائز كمنظم لجائزه في معرض القاهره الدولي للكتاب، وكمشارك او متسابق باعتبار انه هيئه الكتاب كانت بتشارك في بعض الجوائز واحيانا تفوز بها، وكمحكم ايضا في بعض الجوائز. فالمساله في ظني انها بقت حيويه جدا على المستوى الواقعي الان. لكن انا لما قلت لحضرتك ان احنا هنرجع بالتاريخ شويه كان علشان نمسك طرف خيط، والطرف ده انا اظن انه مهم جدا في التاثير على المجال الثقافي والابداعي في العصر الحديث. طرف الخيط ده بدا من نجيب محفوظ، ونجيب محفوظ اصدر اول رواياته سنه 37 ورواية أخرى 38، وبعدين صادفته عقبات في النشر وبقى يكتب وبيحط في الدرج، والمسألة بالنسبة له بقت فعلا صعبة جدا وضاغطة لدرجة أنه بعد 3 سنوات من التوقف عن النشر تقريبا فكر أنه يترك الكتاب وخلاص هنفقد نجيب محفوظ اللي بقى الاسم اللي احنا عارفينه دلوقتي، إلى أن تشاء الصدفة أن يشترك في مسابقة اللي هي مسابقة قوت القلوب الدمرداشية، ابنة أحد مشايخ المتصوفة في مصر ومهتمة بالكتابة وتكتب الرواية بالفرنسية وتحاول أن تشجع الكتابة العربية بصورة ما، ويفوز نجيب محفوظ بالجائزة في العام 1944. بعدها بسنة يفوز بجائزة كانت 20 جنيه، أيوة هي كانت 40 وخدها منصفة كمان فخد 20 جنيه، وكانت الحكاية دي يعني كان مبلغ تقريبا عزم العباسية كلها في الوقت ده، ونظر إلى ثراؤه بقى يعني الراجل. السنة اللي بعدها يحصل على جائزة وزارة المعارف، احنا كده بنتكلم على جائزة أخرى. والسنة اللي بعدها يحصل على جائزة مجمع اللغة العربية. نجيب محفوظ في 3 سنوات حصل على جائزة أهلية ثم جائزة حكومية ثم جائزة من إحدى الهيئات الثقافية، الثلاث أنواع اللي من الجوائز اللي موجودين لحد دلوقتي، ونقدر نمد الخيط ونقول إن هم الأنواع اللي موجودة على الساحة الآن. الفكرة ببساطة انه لولا حصول نجيب محفوظ على هذه الجوائز الصغيرة اللي هي 20 جنيه و 15 جنيه و 10 جنيه ثلاثة، ما كانش هيحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل فيما بعد اللي هي اعتبرت تكريما له، ودي التقسيمة التانية للجوائز. احنا عندنا جوائز تحفيزية وجوائز المكافآت اللي هي جوائز نهاية المطاف إذا صح التعبير. فإحنا عندنا نوعين من الجوائز من حيث التعامل مع الكاتب. هنا تبدو أهمية تلك الآلية لدعم المشهد الثقافي، كده لا تدعم النشر قط، هي تدعم المشهد الثقافي عموما. نقدر نقول إنه الجوائز محفز مهم جدا ومحرك إبداعي مهم جدا، والفكرة مش فكرة دعم مادي فقط، فكرة دفع للكاتب على الاستمرار، انه بتديله بريق امل ان هناك جدوى مما يفعله بصورة ما، ودفع للناشر كذلك
لأنه بالتأكيد فيه إشارة لأن هذا الناشر يقوم بعمله على وجه مثالي، طالما خد جايزة أو كتابه اللي أصدره حصل على جائزة. وهي كمان فيها تحفيز للقارئ، لأنه ببساطة شديدة إذا حصل الدعم الإعلامي للجائزة، وده بيحصل في معظم الأوقات إذا كانت الجائزة ممنوحة من هيئة معتمدة أو معتبرة أو قيمتها كبيرة، ده الكلام بقى بيدور كتير وليه خدها وإيه المعايير وما إلى ذلك. فإذا حصل على جائزة معتمدة بالشكل ده أو قيمتها كبيرة، بيبقى فيه دعم إعلامي، وبالتالي يتوجه القارئ إلى شراء هذا الكتاب. وبالطبع لما بيشتري الكتاب من عند ناشر ما بيشتريش الكتاب لوحده، بتبقى الحكاية فيها دعم تسويقي للناشر كذلك، لأنه ببساطة بيدي انطباع للقارئ أنه هذا الناشر ينشر كتبا يمكنها أن تحصل على جوائز. وفيها أيضا دعم للناقد، لأنه ببساطة شديدة وسط هذا الكم الكبير من الكتابات يذهب النقاد إلى الكتب التي حصلت على جوائز لمعرفة أسباب الحصول، وبالتالي تكون يمكن أن تكون مرشدا للناقد كذلك. يعني لا أريد أن أطيل، ولكن بالإشارة إلى ما قيل عن لجان القراءة، الحقيقة أن هناك آلية اعتمدها بعض الناشرين يمكن أن تكون هذه الآلية محفزا قويا جدا وداعما لصناعة النشر كذلك. إذا قلنا أنه ممكن تحويل لجان القراءة إلى جوائز سنوية مثلا، يعني الأستاذ محمد رشاد أو الدكتورة فاطمة عندهم دار نشر، أو الأستاذ سعود، فببساطة ممكن يكون عندهم مسابقة سنوية لاكتشاف المواهب الجديدة، مسابقة ببساطة بديل عن لجان القراءة. هذه المسابقة تكون جائزتها هي النشر، وبالتالي أنت تشكل قائمة قصيرة مبدئيا أو آلية جديدة مبدئيا يمكنها أن تنتقي، يمكنها أن تستكشف الأصوات الجديدة. وفي داخل فكرة المسابقة سنجد أن الأصوات المكتشفة يمكنها أن تفوز بجوائز أيضا، لكن فكرة التسابق في حد ذاتها ستضمن انحياز جمالي مال الدار بصورة ما، ستضمن جودة أو على الأقل معيار من الجودة يمكن عن طريقه اختيار مجموعة من الكتب تكون هي خطة الدار للنشر في العام القادم على سبيل المثال. هذا إذا تحدثنا عن إمكانية تطوير فكرة الجوائز لتكون داعمة للصناعة. الآلية بسيطة جدا، وفي ظني أنها لا تكلف الكثير، وتكون بديلا جيدا عن فكرة لجان القراءة، أو على الأقل على الأقل تكون بديلا موازيا للجان القراءة. هذا البديل سيخلق حالة من حالة عامة من جودة المنتج المنشور كذلك. ونستكمل بعد الفاصل، شكرا. شكرا للدكتور هيثم. نحن اليوم بصراحة معي نجوم، وهذه النجوم كل ما لها عم تتلألأ، وعطانا الدكتور هيثم فكرة بدنا نشكر فيها الدكتور محمد الجسار على جهدهم بالمجلس، وبدنا نطالبهم بفكرة آلة أنه في جوائز تقدم في المعارض العربية للكتاب. معرض الكويت ليس لديه جائزة. نحن نطالب الآن من خلال هذه الجلسة، وهذا بتصور هو أهم مخرجات هذه الندوة، نقول معرض الكويت في العام القادم سيقدم جوائز للكاتب، للناشر، وممكن يكون للرسام، وممكن نقسم ناشر كويتي، وممكن نقدم للقارئ، وتكون حتى ولو يعني المبالغ تكون بسيطة مثلا، مو مشكلة، نحن نقبل 10,000 دينار ما عندنا مشكلة، حتى ولو أكثر. فنحن يعني بتصور هذه أهم مخرجة من المخرجات. الأمر الثاني اللي أنا بدي أقوله، نحن اليوم في عنا نجوم تتلألأ، وفي عنا كمان بكراسينا تتلألأ النجوم، في عنا
شيخ الناشرين العرب الأستاذ محمد رشاد، هو زعيم كل النشر في العالم العربي. لكن نحن عنا، رجع لكم شوي بسوريا، بسوريا في عنا أحيانا منقول بيت الدبس لأنهم كانوا بيشتغلوا بالدبس، منقول بيت مثلا الذهب لأنه كانوا بيشتغلوا بالذهب. نحن اليوم عنا بيت رشاد، ففي عنا الأستاذ محمد رشاد هو راعي الناشرين العرب، وفي عنا الآن المقدم معنا الأستاذ أحمد رشاد. فإذن مستمر، إذن مستمر الأمر مستمر، وهذه تورث. أيوة. والأستاذ أحمد رشاد هو حقيقة أصبح الآن عضو في الاتحاد الناشرين الدوليين، وهذا بيركز وبيأسس على أنه بيت رشاد هن رمز لصناعة النشر ليس في مصر، في الوطن العربي. وطبعا الأستاذ أحمد رشاد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرية اللبنانية. طبعا أنا بدي أتحدث عن المصرية اللبنانية، فبيقولوا أنه الأستاذ محمد رشاد رشاني لا أتحدث، لكن هي بكل أمانة تستحق وتستحق. الدار المصرية اللبنانية هي أول من حصل على العديد من الجوائز، وأهمها جائزة كتارا، وآخر جائزة حصلت عليها الدار المصرية اللبنانية هي جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب. أستاذ محمد الجسار عم يقول، أستاذ محمد رشاد أنا هيك سمعته عم يقول حيقدم بالعام القادم لجائزة معرض الكويت الدولي للكتاب. فنحن الآن مع نجم من نجوم جلستنا، نحن الآن مع خليني أقول الشاب الواعد اللي كلياتنا نتمنى أن تكون أولادنا بمستوى الأستاذ أحمد رشاد، ونتمنى يكون هو حقيقة هو مثال يحتذى للناشرين الشباب. معنا الأستاذ أحمد رشاد ليطلعنا على فكرة التقديم للجائزة والتأسيس لها، وكيف ممكن نحن نساوي جوائز، وكيف الدار المصرية اللبنانية فائز بجوائز. يعطي الناشرين سر من أسرار المهنة. أستاذ أحمد رشاد، شكرا أستاذ هيثم، وبشكرك على الكلام اللي حضرتك ذكرته. في البداية أنا حابب أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب على واتحاد ناشئين العرب على تنظيم الندوة دي. أنا خليني أنا أخذ من كلام الأستاذ طالب فكرة الناشر قبل ما يفكر في موضوع الجوائز لازم يفكر في مشروع الثقافي. ويمكن الأستاذ محمد رشاد زي ما ذكر الأستاذ هيثم على مدار يمكن ما يقرب من 40 سنة دلوقتي كان في مشروع ثقافي دايما موجود عندنا في الدار المصرية. يمكن احنا حصلنا على يمكن اكتر من 47 جائزة، او وصلنا ل 47 جائزة حتى الان. السبب فيهم جزء يعني او سبب اساسي فيهم فكرة ان احنا ناشر عام مش ناشر متخصص في موضوع معين. ده مش معناه ان الناشر المتخصص عنده مشكلة، بس في النهاية ده كان مشروعنا من البداية حطينا ليه اثث. النهاردة حتى وانا ناشر عام، وبرضو زي ما ذكر الاستاذ طالب في لجان قراءة لكل تخصص يمكن احنا بنشتغل عليه، سواء بنشر كتاب متخصص، كتاب أكاديمي، بنشر كتاب في الأدب، بنشر كتاب أطفال، لازم في لجنة متخصصة بتقدم تقرير عن العمل سواء العمل ده تم إيجازه أو لا. النقطة الثانية، حتى في بعض الأحيان لما بنيجي احنا حتى نعمل التقرير بنيجي برضو بنحط بعض النقاط ممكن اللي بتزود أو بتثقل العمل بشكل أكبر، وده يمكن دور من أدوار الناشر اللي مش موجود يمكن في وطننا العربي بشكل كبير. في عدد كبير ممكن من الناشرين ممكن في بعض الأحيان ما بيشتغلوش بنفس الأسلوب، بس هو ده الأسلوب المتبع في العالم كله. النهاردة احنا لما بنيجي بنشتغل بعد ما بيخرج العمل عندنا، عندنا احنا لجنة موجودة متخصصة لكل جائزة، بمعنى ان احنا كل الجوائز عندنا في مجموعة عمل بتشتغل عليها، في مؤشرات لكل جائزة، في توجهات بنشوفها لكل جائزة، وبناء عليه بنبتدي ان احنا نركز احنا هنقدم في انهي جائزة.
المشكله اللي انا بشوفها الاساسيه المعظم يمكن دكتور عبد العزيز ويمكن دكتور هيثم استاذ طالب اتكلموا في فكره تسويق الجوائز، انا يمكن عندي تحفظ شويه. انا بشوف ان لحد دلوقتي عدد قليل جدا من الجوائز اللي قادره انها تسوق نفسها بشكل جيد. المعظم بيركز يمكن على القيمه الماديه ممكن في بعض الاحيان، ما بيركزش على فكره ان هو ازاي ممكن يسوق للجائزه، رغم ان احنا النهارده لو بنتكلم ان المفروض ان الجائزه دي تسويقها بيساعد في عمليه توزيع الكتاب، فده ما بيتمش في عدد كبير يمكن من الجوائز، ويمكن ممكن نبقى نتناقش في النقطه دي فيما بعد. النقطة الثانية اللي أنا بشوفها برضو أحد المميزات اللي ممكن بتحققها الجوائز، ويمكن ده برضو ما ذكرناهوش، فكرة إن بعض الجوائز دلوقتي بقت بتتجه إنها ممكن يبقى فيه استفادة منها بشكل أوسع، بمعنى إنها توجه منح للترجمة، وده بيساعد بشكل كبير جدا في إثراء المكتبات برة بفكرة أعمال غير عربية تبقى موجودة، لأن إحنا طبعا عندنا الأعمال من اللغة العربية للغات الأخرى قليلة جدا مقارنة بالعكس. فيمكن بعض الجوائز ابتدت تركز على الموضوع ده، ويمكن ده شيء أنا بشوفه إن هو شيء إيجابي جدا. يمكن برضو في أحد المشاكل برضو أنا أذكر كناشر هذكر بعض المشاكل اللي أنا بشوفها. يمكن برضو من المشاكل الرئيسية اللي احنا بنشوفها دلوقتي إن الجوائز الخاصة بالناشر يمكن برضو أقل بكتير جدا من الجوائز الخاصة بالمؤلفين، ودي برضو أنا بشوفها من المشاكل اللي احنا محتاجين يبقى فيه إعادة دراسة ليها. في نقطة برضو عايز ان انا اكد عليها، احنا دايما بنتكلم على دور الناشر، ودايما انا هنا هتكلم بقى كناشر مش من وجهة نظر تانية مش وجهة نظر المؤلف. المؤلف عليه دور، وانا بشوف ان المؤلف دوره دور اساسي ما يقلش عن دور الناشر حتى في موضوع الجوائز، لان احنا النهاردة عشان نبقى واقعيين، ويمكن دايما عدد كبير جدا من الناشرين منهم الاستاذ محمد بيشتكي دايما على فكرة حتى فرز الأعمال من البداية، ويمكن هي دي المرحلة اللي بيحصل فيها مشاكل كتير جدا في بعض الجوائز، وحتى بعض الناشرين ساعات بيشتكوا من النقطة دي، فكرة طريقة الفرز لبعض الأعمال. أعمال كتير جدا بتقدم، ممكن بعض الجوائز بتقدم لها 200 عمل 300 عمل، في بعض الجوائز يمكن حتى السنة اللي فاتت جائزة من الجوائز مش حابب أذكر الاسم يعني وصلها أكتر من 1500 عمل، صعب جدا إنها تفرز كل الأعمال دي. النهاردة بيبقى جزء من التوجه اللي موجود عند اللجان بيبقى اسم المؤلف في كتير من الأحيان، اسم الناشر ده بيفرق بشكل كبير. محتاجين ندور على آليات تاني، محتاجين ندور على آليات في آليات الفرز، بس برضو اللي بأكده إن المؤلف عليه دور كبير جدا. ده بس يمكن. شكرا استاذ احمد، شكرا دكتور هيثم، دكتور طالب، وشكرا دكتور عبد العزيز. انا بدي اطرح فكره اخيره، حنحكي تفضل. العفو، عطفا على طلب الاستاذ ان يقوم المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب بعمل جائزه. قد يتخيل البعض في الوطن العربي أن دول الخليج لديها بحبوحة من المال تمكنها من عمل كل شيء، وهذا تخيل خاطئ تماما على الإطلاق، مش صحيح. هذا أنا عملت كتاب اسمه لون الغد، كل وزارات الثقافة في كل الوطن العربي ميزانية اللي ترصدها الدولة للثقافة لا تصل إلى 1%، هي 0.8، هي 0.6، هي 0.4 في كل دول العربية. إذا ما قدر للميزانية المسحوقة التي تذهب إلى المجلس الوطني أن 80% منها يذهب إلى الرواتب، إذا يبقى 20% لدى المؤسسة العربية، هذا 20% هو اللي هي يفترض أن تتحرك به لعمل الأنشطة. أزعم كل المؤسسات العربية في كل الوطن العربي عندها إشكالية المال، تذهب لأي مؤسسة ما عندنا فلوس، ما عندي ميزانية. هذا موجود معانا الأستاذ عبد العزيز سبيل،
ووكيل وزارة الثقافة كان، والآن هو أمين عام جائزة الملك فيصل التي تعد الأهم في الوطن العربي، لأن 21 أو 22 صححني من الناس اللي أخذوا جائزة الملك فيصل ذهبوا إلى نوبل، أخذوا نوبل. السعودية يقول لك ما عندنا فلوس الثقافة، الكويت تقول ما عندي فلوس، الإمارات رقم كل البذخ لما تروح لأنت بمشروع خاص يقول لك ما عندي فلوس. لذا سيدي الفاضل من الصعوبة بمكان إنشاء جائزة، جائزة الملتقى اللي أنا تشرفت بتأسيسها، أنا سنتين أدور على أشخاص بالكويت مليونيرية عنده مليار مش مليون، ليس لديه استعداد أن يدفع فلسا واحدا للثقافة. سنتين أنا أدور لغاية أن انتشلني الله يرحمه ويقدم يعني ويجعله في الجنة الشيخ ناصر صباح الأحمد، هو الذي ساعد على تأسيس جائزة الملتقى، بعث بها للجامعة الأمريكية وتبنتها الجامعة الأمريكية، ثم انتقلت الآن إلى رجل محسن كثيرا في الثقافة أيضا، الصديق العزيز أستاذ فهد العثمان رئيس مجلس جائز رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية. أتمنى أن يكون عندنا 4-5-10 بالكويت، دولة غنية فيهم كثير، يعني لو تعد الناس اللي عندهم مليون بالكويت يمكن تصل بدون مبالغة إلى 500 شخص. ش اللي يمنع أوت أوف من هذول 500 3-4-5 يشتغلون؟ احنا أمس كنا في جائزة العم أستاذ عبد العزيز المنصور، وهي جائزة موجهة للناشرين، هذا عظيم. هناك جائزة سعاد الصباح، هذا عظيم. هناك جائزة البابطين، هذا عظيم. هناك جائزة البغلي، هذا عظيم. ولكن نحن في حاجة حقيقية لأن يستشعر المواطن الكويتي، المواطن السعودي، المواطن الخليجي، ومواطن في يعني ما أجمل سويرس وهو يشتغل يقدم جوائز للناس، ما أجمل شومان في الأردن وهو يقدم جوائز للناس، ناس ربنا أداهم فلوس. لذا سيد الفاضل ليس سهلا تأسيس الجائزة، وأصعب من ذلك التسويق للجائزة كما تفضل. يعني أنا الآن يشرفني أن تكون جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية هي الجائزة التي تمثل الكويت. لاحظ هذه جائزة خاصة، الكويت عندها جوائز تمثلها، جائزة التقدم العلمي مثلا لنفترض جدًا، ولكن جائزة الملتقى استطاعت خلال سنوات قصيرة أن تكاد تكون الجائزة الأهم على الإطلاق في الوطن العربي. ليس هناك جائزة تنافس جائزة الملتقى في القصة القصيرة على الإطلاق، مع احترامي لكل الجوائز العربية والدلالة. أستاذ أحمد، كل الفائزين بالجائزة الملتقى ذهبوا إلى الترجمة العالمية، بل إن واحد مثلا أول واحد خذ عندنا جائزة اللي هو الكاتب الفلسطيني مازن معروف، ترجم إلى حوالي 20 لغة ووصل إلى الشورت ليست في واحدة من أهم الجوائز العربية اللي هي جائزة مانبوكر برايز في بريطانيا. كل اللي فازوا عندنا راحوا إلى الترجمة، ونحن سعداء لأن هذا الملتقى ليست لطالب، ليست لفهد العثمان، ليست للجامعة الشرق الأوسط، هي للكويت وهي للكتاب العرب. آسف على الإطالة. شكرا، شكرا للدكتور طالب على هذه الملاحظة الطيبة، ونحن دائما نتعلم من الدكتور طالب لأنه هو حكى المشكلة وبنفس الوقت حكى الحل. هو قال المشكلة حقيقة في قصر أو ضعف التمويل، وأنا معه، ونحن هذا الكلام ليس في الكويت فقط وليس في الإمارات ولا في كل الدول العربية، وربما دولنا العربية نحن الأخرى إن كان دول الشام أو دول أفريقيا أو شمال أفريقيا ربما تكون أكثر إرهاقا ماليا، لكن نحن مثل ما قال نبدأ بالمحاولات. وحكى سر إنه الرجال الأعمال ممكن تكون هي الراعية، ممكن دكتور محمد نبحث عن جهة ترعى جائزة المعرض، وجائزة المعرض ليست هي بالقدر الكبير اللي نحن طلبناه عن الجوائز الأخرى. ونحن بدي أكد على جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، بدأنا فيها ب10,000 دولار
وبدأت جائزة ببطء وبنمو بسيط، اليوم تعتبر من الجوائز المهمة واللي لها تأثير واللي عم يتابعوا فيها بالناشرين العرب. بدي انهي ملاحظتي بفكرة واحدة بس حكاها الأستاذ أحمد ونأكد عليها. في اليوم تقدم كبير أو إقبال كبير من الناشرين على بعض الجوائز. نحن اليوم بنتمنى أنه يكون في عنا مثلا في دولة الكويت مثلا 10 جوائز ترعاها مثل جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور، نتمنى يكون بالسعودية يكون في عنا 50، نتمنى بسوريا أنا عندي يكون عندي 100 جائزة. الهدف منها كل الجوائز الإثراء وتطوير صناعة النشر أو تطوير القراءة والعمل في مجال الأدب. أنا بشكركم ونحن حنسمع. بدنا نسمع من تفضل. تعليق سريع. المجلس الوطني الواقع عنده جائزة في المعرض على فكرة، وهي جائزة الشخصية الثقافية. أنا أعتقد الإعلان عن شخصية ثقافية في المعرض، أنا أعتقد هذه بصرف النظر عن جوانب مالية أو مادية أو غيره، أنا أعتقد هذه مسألة مهمة جدا، وهذه واحدة من مشاريع المجلس. فهذه ولكن نطمح للمزيد. نحن يعني نحن في منتدى الجوائز العربية لدينا 31 جائزة عربية كلها منضوية تحت هذا المنتدى، ونحاول قدر جهدنا حقيقة أن نرتقي بهذه الجوائز. في دورتنا الرابعة وكنا في ضيافة مؤسسة شومان، كرمنا 7 مؤسسات خاصة ما بين بنوك وشركات لأنها تدعم الجوائز. ولذلك بعيدا ومع تقديري للأستاذ طالب واللوم الموجه للحكومات، لكن هناك قطاع خاص حتى في ليبيا وحتى في اليمن وحتى في السودان وسوريا، هناك أناس يملكون الخير ولله الحمد ربنا يزيدهم. فأنا أعتقد توجهنا نحن للقطاع الخاص في دعم الجوائز أعتقد أنه مهم جدا، وعلينا أن نكثر من ذلك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد العزيز. أستاذ أحمد، أنا في بس في نقطة حابب برضو أن أنا أشير إليها. الأستاذ طالب كان بيتكلم على فكرة أن رجال الأعمال وفكرة أن هو ممكن في بعض الأحيان أن هم يدعموا بعض الجوائز. أنا بشوف أن مشكلة من المشاكل الأساسية أن عدد كبير جدا من رجال الأعمال في قطاعات مختلفة ما بيدعموش عدد كبير جدا من الجوائز أو حتى أي صناعة من الصناعات الثقافية. سببها الأساسي أن احنا ما بنعرفش نقدم الحاجة للجهات دي بالشكل اللي هو ممكن يفهمه. فأنا متهيالي أن دي نقطة أساسية محتاجين أن احنا نشتغل عليها لو احنا عايزين أي نوع من أنواع الدعم سواء لجوائز أو لأي مشروع. النقطة برضو التانية اللي حابب أن أنا أأكد عليها، عدد كبير جدا من الجوائز، أنا ما بقولش كلها بس عدد كبير جدا من الجوائز بعد ما بيبقى فيه إعلان للنتيجة ما بيجيش بعد كده وبتجيب عدد من الناشرين وتقول لهم ليه الكتاب ده فاز، ويبتدوا أن هم يتناقشوا في أدق التفاصيل. في جائزة من الجوائز وأنا هذكر يعني اسمها جائزة الاتصالات مثلا على سبيل المثال، بيحصل كل سنة زي أي جائزة الناس بتعترض الناس بتتكلم أيا كان، بس في الآخر كان من 7-8 سنين أو يمكن أكتر كانوا بيقعدوا ويقول لك الكتاب ده فاز ليه، الكتاب ده ما فازش ليه، لقينا بعض الكتب كان فيها مشاكل من نوعية معينة. ده مهم بالنسبة للناشر إن هو يفهم معايير كل جائزة والاتجاهات. بقرا المعايير أو بقرا المؤشرات اللي موجودة لكل جائزة لما باجي أقدم فيها، لكن لما ما بكسبش ممكن في بعض الأحيان ما ببقاش عارف إيه المشكلة رغم إن هو ممكن يكون عمل جيد. فمهم برضو لعدد كبير جدا من الجوائز ان هم يهتموا بالنقطة دي. شكرا. شكرا استاذ احمد. الدكتور هيثم عنده مداخلة اخيرة وبعدين هنجي على الصالة. سريعا جدا. يعني انا بس بما اننا دخلنا في المشكلات اللي لها علاقة بالجوائز، الحقيقة انا عايز يعني القي الضوء على بعض الايجابيات. في نماذج منيرة جدا مضيئة، زي مثلا الجوائز اللي ملهاش قيمة مادية كبيرة لكن لها اعتبار في المشهد الادبي. جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية مثلا اللي بتقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودي جائزة قيمتها $1,000، لكن الأهم من الجائزة هي إمكانية أو
ترجمة إنه جزء من الجائزة ترجمة العمل إلى اللغة الإنجليزية. في ظني إنه ده حاجة مهمة جدا. النموذج الثاني اللي قام بيه معرض القاهرة اللي ما كانش عنده ميزانية على اعتبار إنه برضو حكومي وما إلى ذلك، والجائزة كانت يدوب لكل فرع أظن 6,000 أو 7,000 جنيه، لحد ما توجهنا لأحد رؤساء البنوك، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، وهو بالمناسبة ابن أخو ثروة عكاشة، الدكتور ثروة عكاشة، وتحمس جدا لنعمل جائزة، فارتفعت ضربناها في 9 أضعاف مثلا، فصارت الجائزة جائزة قيمة بالنسبة للجوائز المثيلة لها. في المقابل هناك ظاهرة يجب أن ننتبه لها عندما نتحدث عن الجوائز الأدبية تحديدا، وهي ظاهرة صائدو الجوائز، الكتاب الذين يكتبون روايات ومجموعات قصصية موجهة إلى جوائز بعينها وليست موجهة إلى الإبداع. وهناك كثير من الحالات بيقيس توجه الجائزة مين اللي بيحكموا فيها في السنوات السابقة، إذن كيف أكتب لأنال هذه الجائزة؟ ويعني أنا أعرف حالات بياخد جوائز كثيرة وراء بعضها ولا ينشر هذه الأعمال الإبداعية. في ظني أن الجوائز يجب أن تنتبه إلى مثل هؤلاء، لأن في ظني أن هذا يضرب فكرة الجوائز أصلا في مقتل، لأنه ببساطة شديدة يمكننا عند النظر إلى الجوائز، إلى جدول الجوائز العربية، يمكن أن نلغي هذه الجائزة وتلك الجائزة لأنه يفوز أولئك الذين يعملون لصيد الجوائز. شكرا. أنا بدي أستأذن إدارة الصالة، بدنا نضيف شيء 10 دقائق بس نسمع من المنصة أستاذ محمد رشاد. وأنا على فكرة بدي أشكر النجوم اللي معي من أجمل الندوات اللي نحن نحضرها، هذا الإسراء لأهمية الموضوع ولأهمية موضوع صناعة النشر. تفضلي. مساء الخير. وبعد الشكر والتحية، الجوائز لها شقين الحقيقة. الشق الأول إلقاء الضوء على أنواع من الأدب ما كانتش واخدة حقها، زي جائزة الملتقى، وأنا سعيدة جدا بها لأنه أعادت الاعتبار للقصة القصيرة لأنها مخصصة فقط للقصة القصيرة. طبعا جوائز ساويرس متضمنة من ضمن فروعها في القصص القصيرة. الجانب السيء في الجوائز أنه أفرز نوع من الناشرين متلهفين على الجائزة، يقدموا أعمال دون المستوى، وده بيعمل، وكلكم حضراتكم عارفين المسألة دي، في دور نشر طلعت مخصوص أيام ما كان البوكر لسه طالعة، ويعني في كلام كتير قوي عن الجوائز. الحاجة السلبية، إن في بعض قيم جوائز مبالغ فيها ماديا، يعني دي جايزة لمبدع، ممكن قوي الجايزة دي اللي واخدها المبدع يمكن قد رأس مال دار النشر اللي هي عامله له الشغل. الجوائز المعنوية زي ما أشار الدكتور هيثم الحاج، مش لازم الجايزة يبقى عندها مبلغ مالي كبير، ولكن يبقى فيه قيمة، تبقى فيه لجنة قيمة تطلع شغل كويس. وانا اتصور احنا كان لنا تجربه، دار العين عملت جائزه باسم اسماعيل فهد اسماعيل، ودوره كانت ناجحه جدا وطلعنا، والمؤلف دلوقتي مشهور وبيترجم وكل حاجه. وبعدين جت الكورونا والموضوع سكت، عملنا برضو جائزه باسم يحيى الطاهر عبد الله، يعني المشروع اللي قاله الدكتور هيثم حاج علي احنا بنعمله، فبنطلع كتاب جداد بالاضافه الى لجان القراءه. إنما بقى زي ما أحمد بيقول الـ 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 الخلفيات وإزاي بتطلع نتائج وما تطلعش نتائج، وإزاي كان الأول بيقعدوا ويتكلموا مع الناس، دي محتاجة اتحاد الناشرين العرب بكل ما له من قوة وسطوة
يقدر يعيد الأمور إلى نصابها. وشكرا. في البداية مساء الخير. أولا أنا حابب في البداية أن أقدم الشكر باسم اتحاد الناشئين العرب لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، وشكر خاص لمعالي وزير الإعلام الشيخ عبد الرحمن، وشكر خاص للأمين العام الدكتور محمد الجسار والأستاذ عائشة المحمود ومدير معرض الكويت الأستاذ سعد العنزي والأستاذ خليفة الحقيقة وكل العاملين في معرض الكويت. معرض الكويت بالنسبة للناشر العربي، والنهاردة كنا عاملين جلسة مع الأستاذ عائشة، علينا ضغوط بسبب هذا المعرض الكل حابب من الناشرين العربي يكون مشارك فيه. حاجة تانية بحب أشكر تلبية الدعوة عفوا تلبية الدعوة لما أنا فكرت في موضوع الندوة. أول واحد كلمته الأستاذ طالب رفاعي ورحب بيها، وهو رشح طبعا لما قال لي الدكتور عبد العزيز سبيلي، فأنا طبعا أعرفه وأعرف إن هو أمين عام المنتدى الجوائز العربية، وحبيت إن يكون معانا الدكتور هيثم الحاج لأنه برضو من ضمن اللي صنعوا جوائز في أثناء فترته لما طور معرض القراءة الدولي. أنا على السريع بس بالنسبة لأستاذنا الدكتور عبد العزيز، ملاحظة اللي قالها نعم وأحمد ما هو اتكلم عنه اسمع ده هيثم كتير يعني، وهو يبقى موضوع توريث نعمله معروف يعني. لا طبعا أحمد على فكرة ما كانش أحمد اللي هيكون موجود، أستاذ سعود هو اللي كان موجود، هو اللي رشحه وقال لا أنا أخلي أحمد، لكن أحمد ما كانش موجود. الحقيقة دكتور عبد العزيز يعني استمتعت بكلام حضرتك وكلام حضرتك في صلب الموضوع، هو بس احنا بينقصنا ان معظم الجوائز موجهة للكتاب والمؤلفين، والحقيقة مفيش ناشر بدون مؤلف، ممكن يكون في مؤلف بدون ناشر وبيبقى شيء صعب جدا بالنسبة له وبينجحش. لابد ان حتى لو كان مفيش جوائز مخصصة، يمكن في جائزة مثلا في الشارقة عفوا في ابو ظبي جائزة النشر والتوزيع، يمكن أنا أول واحد مصري عربي أجنبي خدتها في 2009. في جائزة احنا عملناها في اتحاد الناشئين العرب مع معرض القاهرة الدولي بوجود الدكتور هيثم عندما كان رئيسا ليها، وهي أفضل ناشر عربي. وفي جائزة اللي هي الدكتور عبد العزيز منصور، لكن عدد الجوائز بالنسبة للناشرين قليل جدا. نتمنى إن يبقى في توجه لو المؤلف فاز في نفس الوقت يبقى في جزء من يعني يمنح الناشر جائزة. وأنا أتذكر زمان مع السيدة سوزان مبارك كان بيتكرم في كان جائزة الأطفال، جائزة سوزان للطفل، كان بيتكرم المؤلف وبيتكرم الرسام، فأنا قلت لها لولا أنا كناشر دول مش هيبقوا موجودين. فقالت لي أنت عايزين إيه؟ قلت لها عايزين تدعم. عايز فلوس؟ لا مش عايز فلوس، عايز العمل بتاعي، وده اللي أنا أقصده العمل بتاعي، مش مهم الفلوس، الناس مش عايز فلوس، ان العمل اللي انا بنتجه وبيفوز يقتنى في الجهات اللي هي المفترض تقتني الكتب وتبقى موجوده عندها. انا بقول لك رئيس اتحاد الناشئين العرب ومسؤول عن الكلام صناعه النشر، وانتم قررتوا ان هناك صناعه النشر. دكتور طالب كل شويه قلت صناعه النشر، للاسف الشديد الحكومات العربيه لا تعترف ان النشر صناعه، وهذا مخالف لما موجود في الخارج. لو كان صناعه هيبقى في دعم، الدعم مش الدعم، وانا برضو باكد ليس دعما ماديا قد ما هو دعم معنويا. فاحيانا الصناعه بتاعتنا صناعه ضعيفه، غير معقول اكتر من 400 مليون والناشرين الان بيطبع 100 نسخه و50 نسخه، وفي اللي هو الناشر القوي اللي ممكن يطبع 1000 و2000 نسخه، ما فيش، لا توجد ميزانيات في مكتبات المدارس. انا بتكلم كعرب ما بتكلمش على دوله معينه، لا توجد ميزانيات في المكتبات المدرسيه ولا الجامعية ولا المراكز الثقافية ولا المكتبات العامة. وعدد المكتبات العامة اللي هي مكتبات الشعب اللي المفروض تخفف عن كاهل القارئ عددها لا يتناسب مع عدد السكان. يعني إحصائيات دولية موجودة، يعني دول أقل رفاهية كل 50,000 نسمة اليوم مكتبة تبدأ بعشرة آلاف عنوان، الدول اللي عندها رفاهية عالية كل 10,000 نسمة. فهو للأسف وزي ما ذكر الأستاذ الدكتور طالب، اول شيء في اي دوله عربيه اول ما يحصل تخفيض الميزانيه يروح لوزاره الثقافه، ووزاره الثقافه اول حاجه تروح فيها ميزانيات شراء الكتب. فدي نقطه مهمه. بالنسبه للكلام اللي ذكره احمد بقى بناء على التجربه، ويمكن كان انا وجهه نظري تتقال اراء وافكار وتجارب اللي صمموا او اسسوا جوائز زي حضرتك وزي الدكتور طالب وزي الدكتور هيثم، لازم تسمعوا كمان وجهه نظر الناشر
يعني كنت اتمنى ان اخ سعودي كان يتكلم في هذا الموضوع. بالنسبه لما ذكره الاستاذ طالب الرفاعي، انا باكد لك صناعه ضعيفه، صناعه ضعيفه لا يعقل. لاني انا بالنسبه لي لما اجي اقارن اي ناشر اجنبي، وعندما يذكر ناشر اجنبي كانه مليونير، لا، الناشرين العرب يعانوا معاناه شديده، يعني قبل احداث الكورونا ثم زادت بعد الكورونا ثم حرب الاوكرانيه ثم دخلنا في موضوع فلسطين، كل ده اثر على الناشر. الناشر ضعيف، ما عندوش قدره، ما عندوش. لو الحكومات العربيه تهتم وكل بيهتم يعمل خطط تنمويه اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه ويغفل الجانب الاقتصادي الجانب الثقافي، في حين لو احنا بصينا بشكل اوقع، انا لو اهتميت بالخطط الثقافيه انا بخلق مواطن صالح، مواطن يتقبل كل السياسات. ما عندناش الحته. واول حاجه زي ما بقول لحضرتك بيرجع لهذا الموضوع. الحاجه الثانيه، كل ما ذكرته بالنسبه للناشرين ربما اتفق مع حضرتك، وده الذي نعانى، لان في الفتره عصر الناشرين زمان، في يعني هضرب مثال بمصر، يعني زمان القارئ لما يروح مثلا دار المعارف يبص على الفنار ما يبصش على اسم الكاتب، على الشعار بتاع دار المعارف، لانه يعلم ان هذه الدار جاده في نشرها، زي مثلا دار الكتب نفس القصه. في السنين الاخيره ظهر عدد كبير من من يدعي انه هو ناشر، وبالتالي ليست لديه الادوات الكافيه ان هو يقدر يصنع، يا اما كان شاب بيعمل في دار نشر وما عندوش الكفاءه او مؤهلات او بالتوريث. وده اللي دفعنا في اتحاد الناشرين العرب ان احنا مقدمين مشروع تقريبا شبه موافق عليه لمركز ابو ظبي للغه العربيه لانشاء اكاديميه للناشرين، بحيث يحصل اللي عايز يمارس مهنه النشر انه يحصل على شهاده، سواء اذا كان دبلومه او ياخد ليسانس او مع جامعه. الحقيقه اللي انت كلمته انا معاك في هذا الموضوع. بالنسبه للدكتور هيثم، انا معاك ان المفروض دور النشر يبقى عليها دور. احنا مثلا يعني عفوا اذا انا قلت على نفسي، انا بعمل ورش كتابه مجانا ولا اتقاضى من اي حد. استاذ محمد واتذكر يوم ما الفايز كان شاب عنده 22 سنه، وانا بوقع عقد او ندوه للدكتور صلاح فضل رحمه الله عليه والدكتور جابر عصفور، هذا الشاب وقع عقد معايا لانه كان فايز فيها، وده دور علينا. واسف للاطاله. في اي ملاحظه، في اي شيء نحن بدنا نضيفه؟ نحن بكل امانه وصراحه نحن اليوم استفدنا من هذه الندوه. اليوم معنا الدكتور عبد العزيز سبيل، اضاف شيء ايجابي ومهم في تطوير صناعه النشر. ايضا الاستاذ احمد رشاد ايضا اضاف واعطانا من خبرته. دكتور طالب الرفاعي كمان اضاف واعطانا شيء جديد من خبرته. دكتور هيثم الحاج ايضا كمان قدم لنا شيء. لكن انا بدي اكد على شيء مهم. نحن اليوم كان عنوان ندوتنا الجوائز في تنمية صناعة النشر، يعني نحن عم نطور من صناعة النشر، بدنا نقدم جوائز تطور من صناعة النشر. الشكر الكبير للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، شكر ايضا لوزارة الاعلام الكويتية ولمعرض الكويت، والشكر الأكبر لحضوركم، ونلتقي إن شاء الله بندوة أخرى. شكراً.